السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين وناكسنا وعن بلبا جوكتا والسلامين السلام كدب ولا ليال محادك اكتهين إلا ربو إلا دسو دولد ليلا وعفر لقد دسو حدودها ودحيا ودحيسا إلتريا إيو صومالي قلبات إيو جبوتي نحضا يدا لقد دسو دولد ليلا وعفر ليلا وميشا لقد دسو وحاب حياتي دمعا إيو إلا دكور رويح مخطط كان دبضة كريحية وصردونة أجنبي قارحان صردون كدولة ده هواوين سدا دولة ده مصر إيو دولة ده فرانسيسكا إيو دولة ده كار سوى دوسون تيهين ملحوينها مصر السيسي أيام عالم كهر روحو زيارة كوي مد أما بوغش كوي مد دالكا جبوتي هلقا سو ملح لجبوتي هلقا كلو كلو مي كهر أنت ماركتي إذا مدى تكريغا إيسو قالين حدود دولة عيسى عن فرطة إيو تكريغا سدا لو ودا شيغيو وحال ربا ان ميشا لوغو ابورو دولد ليرادو ماغيهدا عفر لوغونا غودوميو دولدا ايتوبيا ايو لوغونا وريغو دولكي سومالي غلبيد كل وريغو ايو جيبوتي نا ماركتي لوغو غلحانايو ايدا لا ربا ان لو غانغليو عفر لو غانغليو لاغا دغو مغالا كاميدا مغالويكا عفرتا ايليين مخطط كاس ايو دمعاس ايا رنا شعب سومالييد ان انا اوغو ماركتي ان تفاصيل عن كسينو ومخطط إلى دكور رؤية مرور لقصو شقيي دولة الهر قربيان أنا دولة يكسو ريحيان دولة عربية دولة يكسو ريحيان مارك شعب الصوماليين محاو دمع وحاو دمع شعب الصوماليين إلى قعماس قبصدان لقصو بلاد جبوتي إلا إيو صومالي قربيان إلا إيو صومالي وقوي أم هرقيس أدت كدقن إلا إيو مغدشو إسقعما قبطان وحالو سعودة ورقالها لكد جبوتي هي لو سعودة تقريبا وحي السعودان وحي دونيان إني دولة ديرو أيو تابع سن أي هلكا أي كسامستان وعفر لي رادو هلكا أي كسامستان سي أي ماركتي أولو ريغان دي كده جبوتي أيو دي كده كلا مهيم وبدع سكويارو ولا ديرو حاربنا إنا لإلا دكور روي أي عن حقو أني دي كسيرو تفاصيلة وحي أبال سكوهي استو وحاكم دا وددا مرتو طريقة أما سكر حديدية أما قطار أما ترينكا يو دوينكا عادقة مرنا الأيام ربنا إن الحقوق والتفاصيل الكثيرة. سنا خريطة هلك وجدان وعد وضع أركيسان خريطة هلك عن كم وقت عد وجدان ترين كوا هو كصباح مقالة جبوتي وكصباح وها ونتجيا إلا يدر دم إلا السواء يوجريا ترين كوا ولا ليال وهو معركة إلى دكورة دبارة باهين يتوبي كجبتي عليه مدلة مثلا سدح سنو شقينا ياس ولا بدو كنيو سيدي تونكي ايام لغا قاري ماركتي لدا لغا دافوري الا وحو دبوليا بقولكي بس سغاشن باهيدا غناسيدا ماركتي ايو سوسودكا ايتوبيا وجيبوتي ايو دبولاي دقاله بدل ايو كوسو كورنيي دالكا جيبوتي دالكا ايتوبيا ايو جيبوتي ساو وجيدان ودلان ايو مريا دار ايو مريا وجيدان وخريطه ادا وجيدان الا ايو مغالوين بدل ايو مريا او كيالا سومالي غلبيد ايو مريا الا ديرنوا إلا يو تجيا عند سبب أيو جريا وحود بترنكا وحود باهيد الضبالة وحكمة ده بيش لاس عن أفر معلومات ذلك إثيوبيا جبوت السعود كورة أفر معلومات يا لاس عن جري لكن حد سد ترنكا لاس معي إذا السعود كوحة ونقضي تلوص عضات أنتوا نعيسين أزديت عضات أيو نقضي تانا وحكي كده جنت هاي إن نقالها كرلو قالي يو باهيد يقرش بدن أو كوب حجري وددا ليري مركز الدراسة ده مهمة ده ترين كان ولا يعي ودوين كمارك تي وولا يعي تجريج وعفرته وحياته ومهمة نقالة لدوري ومشي نقالة قصبي ونقالة سر الدراسة ده ده كصوماليات وحالين هوا إلى مارك تي دكور روي هاي أرنتان أي مارس كساران أرنتان مارك تي مهمة ده إساران سياسة ده أي للصعودان وإلى دكور روي سده وصعودان مشي وحمر يعني إلى للصعودان ولا ليال شعب الصوماليين وحي وارتجي كران دمعان يولا دكور روي إيتوبيا ويكالا قوضي دمعا عفر يو تقري يو دولة كالو ماركتي دولة كصوري حي يوصر دونة كالا أجنبيا وحلو وارتجي كران وابد نمو مد نمو يا لو وارتجي كران ولا ليال يو ولا تنمى يو إلى دكور روي إن داد كا ماركتي اللي وعي قليو لغا وعي قليو خطرت أي لاضحي أرنتان برنامج كان لغا وعي قليو سيدا إذا عدها قارن وصو قرية عربت الوصو قرية نغا عن كده وغني ملعوينها صومالي قربيت ما انتو حوشيغي ان ترانكي ودد ترانك مريه لحيري سيدا عوجي دان ترانكا فيديو موقال كان لدينا داونيسين ها
halkan ayuu marayaa wadadan dheer aad u jeedaan waa tareen casri ah ee ilaa duku rooyahay shirkad jeelas ayaa dhistay ee 2017kii ayaana la daafuray sidoo la sheegay oo ilaa duku rooyahay tareenku shaqada bilaabay waa tareen casri ah sidaad wada arkaysaan dhulka baaxad leh uu marayo aad u jeedaan sida daraadeed loolanka socdo waa tareenkan iyo wadadan iyo magaalooyinkan ayaa rabay in la wareego tareenkan wuxuu muhiimad u leeyahay badda cas ee jabuuti dekedda la yiraahdo doora la jabuuti ilaa wuxuu isku xirayaa dekedda qalalan dekedaha qalalan ee sabab ku yaala ayuu isku xirayaa ama dhulka ma aragtay Ethiopia ayuu isku xirayaa marka saa daraadeed arrinta waxaa weeye nimankii dhay jiray maxay ahayd xabashada ama axmaarada waa arrin maanta waxaa weeye dagaal bay ku jiraan difaac bay ku jiraan laakiin arrinta maaragtay waqooyiga Ethiopia la yiraahdo dhanka xuduudaha canfarta iyo tigreega ayaa maaragtay laga yaabaa inay maalmaha soo socda ay sameeyaan waxa la yiraahdo taxaaluf ama xulufaysi ay sameeyaan si ay ula wareegaan magaalooyinkan waaweyn iyo wadadan qatarkaad u jeedaan ama tareenkaad u jeedaan si ay ula wareegaan si maaragtay uga taxakumaan ama ugu kontroolaan dhulkan baaxad leh aad u jeedaan iyo magaalooyinkan iyo wadooyinkan iyo tareenkan ay maaragtay dhaqaalaan farax badan iyagu ay kontroolaan marka walaalayaal ummadda soomaaliyeed muhiimadda arrintan ee dhulkan wadooyinkan u leeyahay waa inay maaragtay ay ku soo baraarugaan waxaa laga doonayaa wariyaasha iyo aqoonyahanada iyo siyaasiinta inay barnaamijkan ay ka wacyigeliyaan dowlada carabba dabada ka riixaysa dowlad carab baan arkayay dadka carabiga akhristo oo ilaa duku rooya aad u daneeya anfarta iyo tigreega aad u daneeya waa dowladda masar oo aad u daneysa tigreega iyo waxay daneeyaan iyo canfarta ayay daneeyaan taana marka waxay daliil u tahay dad badan ayaan arkayay masaaridaana oo masaari ah oo ku faanayo oo leh sirdoonka masar oo ku guuleystay inuu Ethiopia kala gooyo ilaa duku rooyahay yacni Ethiopia shariyaan xayaatigii ama meeshii halbowlihii dhaqaalaha u imaan jireen uu ka gooyey ayoo ula jeeda maaragtay canfar iyo tigre inay wadooyin gooyeen ma ogaa inay dhalinyaro soomaaliyeed iskooda maaragtay isu xilqaamay inay wadadan tareenka ay gooyeen ma ogaa mala socdaan marka waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed waa inay maaragtay arrintan ay ka hadlaan yacni arrintan ay usoo jeestaan barnaamijkan ay dadkan u faahfaahiyaan dadkana si maaragtay yacni xaaladda meeshay marayso mar walba la socodsiyaan ciidamaha hadii maaragtay ilaa duku rooyahay ciidamada meesha jooga oo maaragtay dhalinyarada iyo jabhadaha kacdoonka maaragtay ciise la yiraahdona in lala shaqeeyo ilaa duku rooyahay wadooyinkan lagala shaqeeyo dhaqaalaha iyo maaragtay maxayahay sirdoonka iyo hubka iyo wax walba maaragtay lagala shaqeeyo iyo khubaro ciidana loo diro ayaan ka codsanaynaa la hor istaago wax dowlad layiraahdo cafara meesha inaysan laga dhisin laga hor istaago waa khatar weyn waxay khatar ku tahay dalka jabuuti walaalaha nahay oo jiiraanka nahay iyo dalka jamhuuriyadda soomaaliland iyo soomaali galbeed ay cunaqabateen kusoo rogaysaa ee dhanaca maaragtay ay kala goynaysaa kala xiraysaa wadooyinka waxay xiraysaa dir dhaba iyo jigjiga isku xira wadooyinka maaragtay ilaa duku rooyahay gobolada shaniile ilaa iyo galbeedka sinti ilaa iyo jabuuti isku xira ayay goynay ayaa rabaa inay gooyaan si kadibna maaragtay iyagu ay maaragtay ula wareegaan meeshaana laga helo dowladda yiraahdo laga dhaso canfar la yiraahdo waa xilimkii ama riyadii ay weligood ay ku riyoon jireen ayay hadda maaragtay maalmahan maaragtay ay yacni inay rumowday ayay u malaynayaan waxaa kaloo maaragtay walaalayaal maalmahan social media la soo geliyay ama idaacadaha qaarkood lagu qorayaa ama meelaha maaragtay warar sirta lagu qorayo tigre nimankaa la yiraahdo canfarta eritrea degan iyo kuwa jabuuti degan iyo kuwa ilaa duku rooyahay Ethiopia degan oo midnama iyo ilaa duku rooyahay yacni xulufaysi sameynayo kuna maaragtay kuna dhiirigelinayo dadkooda inay maaragtay ilaa duku rooyahay ay kacdoono ay sameeyaan dowlad maaragtay si ay u helaan dowlad yiraahdo cafar meesha looga dhiso marka waa khatar weyn oo ummadda soomaaliyeed khatar ku ah Ethiopia ilaa duku rooyahay anaga waxba nagama garan laakiin anaga danaheen ayaan ka hadlaynaa danaha shacabkeena ayaan ka hadlaynaa dhibaatadaad aragteen oo galbeed city ka dhacday oo soomaali maaragtay hurdada ka kicisay maalin dhaweyni garbiciisa ka dhacday taa marka waxay hurdada ayay naga kicisay waxaa la yidhaahdaa yacni waxaa la yidhaahdaa casaanta kale sheyan wa huwa khayru lakum khayr baynu ahayn anigiina la hadlayo jabuutina aqoon uma lahayn ilaa duku rooyahay garbiciisana aqoon uma lahayn laakiin markaan daraasad ku sameeyey aniga maaragtay aad ilaa duku rooyahay aan u meelaha u akhriyay oo ilaa duku rooyahay juqraafiyan iyo deegaan ahaan meesha maaragtay si loo kala degan yahay aniga aad maaragtay u daalacay waxaan ogaaday dhulkaas inuu yahay dhul soomaaliyeed laga soo bilaabay jabuuti ilaa soomaali galbeed
dul Soomaaliyeed uu yahay cidna ma aragtay yani ila zeela ila dul kan dul Soomaaliyeed uu yahay dadkan zeela iyo dir dhabay u socdaan ilaa duqro ay rabaan inay ku darsadaan jabuuti iyo dulka ma aragtay rabaan inay ku darsadaan marka waxa raba midnimo ayaa la doonayaa labada shacab shacabka jabuuti shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaali galbeed hordada inay ka kacaan ayaa la doonayaa caalamku wad u jeedaan wuxuu indhaha ku haya Ethiopia ayuu ku haya marka anagoo inaan ka faa'iideysano waxaan ugu faa'iideysan karnaa anagana cidow weyn inaan iska celino waa Afar iyo Habasha ilaa duqur roo iyo Tigray waxay la socdo waa inaan qoray qaadanaa hub la qaataa dhalinyarada la hubeeya oo maxayati ciidama sirdoola la sameeya ciidama maaragtay jabhada la sameeya aqoonyahana ay ka shaqeeyaan arintan dad maaragtay ilaa duqur roo khubaro military ay ka shaqeeyaan khubaro yani dhulka aqoon fiican u leh ay ka shaqeeyaan midnimada shacabka Soomaaliyeedna waa muhiimad weyn muhiimadda ugu weyn anaga maanta aan ku guuleysan karno waa midnimada shacabkeena Soomaaliyeed meel walba uu joogo muhiimaddaas haddaan midowno laga soo bilaabo Soomaali weyn ilaa iyo xayaati Muqdisho ilaa iyo NFT ilaa iyo Jabuuti ilaa iyo jigjiga dir dhawaa ilaa dhulka Mooya haddaan anagu aan midowno waxaa weeye cid anagana taaban karta malaha ilaa Hargeysa cid anaga noo dhawaan karta malaha ilaahay abuuray malaha dad aqoon leh baanahay dad karti leh baanahay dad dhaqaale haysta baanahay sidaa daraaddeed waxaa soo socda waa khatar weyn wixii Ethiopia ilaa duqur ay dowladaha qaar ay ku fikirayaan ay raadin jireen 500 600 sano haddana ayaa ayay soo dhawaatay islaayn soo dhawaatay marka Afarta waxaa weeye riyada ay doonayaan waa in maartay laga hor istaago ee loo midoobo oo dhammaanteen aan u midoonaa dhammaanteen ilaa duqur ayahay aan meel iska saarna muhiimadda iska saarnaa sidii aan ugu hor istaagi lahayn mashruucan mukhaddad ka maaragtay bixiyati oo khatarta ah oo damaca ilaa duqur oo khatarta ah waa inaanu meel iska saarna ayaa la doonayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed laga wacyigeliyo khatarta ay leedahay marinkan la rabo la isku dagaalayo oo ilaa duqur oo bixiyati lagu loolamayo inaanu shacabkeena u sheegno shacabka Jabuutina waxaan leenahay waa inaan la socod si dhaqdhaqaaqooda la socotaan Afarta dalka Jabuuti joogta iyo kuwa Soomaali galbeed meelaha jooga dhaqdhaqaaqooda lala socdo sirdoon la sameeyo wax walba la sameeyo meel kasta lala socdo sida wax alaal wax ay u sameeyaan lala socdo lana sameeyo ciidan maaragtay ka hortagay ciidan weyn ayaan u baahanahay ciidan baan u baahanahay ciidan waa joogaa ciidanka wuxuu u baahan yahay isku xir ayuu u baahan yahay waa in qabaa'ilada Soomaalida oo dhan maaragtay laga qayb geliyaa hal qabiil kelima ahan in maaragtay qabiilada Ciise iyo ogaadeen kaligeeda ma ahan waa in qabiilada kale Soomaaliyeed laga qayb geliyaa oo qabiilada maaragtay Isaaq ilaa ilaa duqur ee qabiilada Hawiye ilaa duqur ee qabiilada kale Soomaaliyeed ee degan Soomaali galbeed ilaa Soomaalida kale waa in laga qayb geliyaa ilaa duqur ee kacdoonkan maadaama ay ku soo biireen dhammaan qabiilada dadkii deganaa Afarta ahaa Eritrea deganaa iyo Jabuuti deganaa ilaa duqur oo yahay iyo Ethiopia deganaa ay ku soo biireen waxaan arkaynaa walaalayaal sawiro maaragtay niman leeyahay fanaaniin oo reer Jabuuti ah laakiin Afara waxa suuqii qarbiis ka qayb qaatay iyo dumar maaragtay iyagana dumarka maaragtay oo caanka oo Afarta ah garbiciisa xasuuq ka dhacay ka qayb qaatay marka saas daraad taa waxay dalil u tahay Afar inaysan u kala harin barnaamijka inaysan u kala harin inay maaragtay ilaa duqur roo yahay yani dhul Soomaaliyeed ay qabsadaan oo ilaa duqur roo dagaal ay ku soo qaadaan uma kala harin saas daraadeed anagana waxaan naga doonayaa marka walaalayaal inaan ilaa duqur roo aan midowno oo ilaa duqur roo danteena aan u midowno dadkeena difaaciisa aan u midowno dhibaatada dhacday waad ogeydeen maalin dhaweeyd dib ka dhacay waa la socotaan cidna looga sheekay maayo dhibkii xasuuqi dhacay ilaa 800 qof baa la sheegayaa ilaa iyo 800 qof baa la sheegayaa oo garbiic isku dhintay 800 qof dadan ka yaray dumar iyo caruur iyo ilaa duqur roo yahay waayeel ay ku jiraan marka saas daraadeed waxaa loo baahanyahay walaalayaal inaan hurdada ka kacano hurdada inaan ka kacano meel walba aan joogno maanta waxaan arkaynay banaanbaxii waaweyn oo ka socda ilaa duqur roo yahay dir dhaba ilaa iyo jigjiga ilaa iyo meel walba ayaan arkaynay banaanbaxii waaweyn waan bogaadinaynaa banaanbaxyadaas in shacabka Soomaaliyeed hurdada ka kacay shacabka Soomaaliyeed waaci yahay oo fahmay dhagarta iyo ilaa duqur roo yahay yacni khiyaanada meesha ka socoto inuu fahmay aad iyo aad baan u soo dhaweynayna waan ku faraxsanahay haddaan ahay Soomaali koonfur Soomaaliya Soomaali weyn dadka calanka guloowga iskale haddaan ahay anaguna taageero baan idinhayna heli ho baan idinhayna wax walba baan idinku kaalmaynaynaa garabkiina baan istaagaynaa marka walaalayaal ugu dambeyntii dagaalkan waa dagaal la doonayo in dhul lagu ballaarsado waa dagaal la doonayo in la guro dhaqaal lagu raadinayo oo la rabaa maxayad wadooyinkan dhaadheer in lagu xirto la doonayo oo meesha ma aragtay lagu gorgortamo beri la doonayo ayaa ayuu maaragtay dagaalkan ayuu u muuqdaa oo uu yahay muuqaal maba ahan oo xaqiiqatan uu yahay marka inaan maaragtay u istaagno sidii aan cudowga isaga difaaci lahayn waajib baa naga saaran dadka aqoonyahanada inay barnaamijkan ka hadlaan
عد والبو ماركتي قف والبو إلى دكتور الصومالية وحضر كرو أرنتان يعني فريتان جد بي كرنا وينو جد بيا وكهضلو وإلى خطرتا ماشى كسو صعتو وينو ماركتي كهضلو صومالي وصومالي صومالي وين ولا دلتي أم عيسى هذا أم عيسى أم إلى أم درة هذا أم الدارود أم هوية أم الرحوين أم جرير ميلو بجوه هذا الشر دل كان وهو كده حيا دل كان وهو كده حيا صومالي وهو كده حيسا يتوبين وهو كده حيسا مركا إنا إلى دكتور رويا اسمه مشغول كده هذا أنا قبيالات يو حلم الله تنمى بريل لقيت جاي وحاي ناس كده إنه وهل كان عن حياة إلى دكتور رويا مهمة ده صار مهمة ده وإنا صارنا إلى دكتور صومالي قلبت أيام أنت لو تاسين هاي يا رب إن لك رجع جويو لك رجع قاتو قارن أرمى قاتان قارن إلى دكتور رويا أحمر قاتان قارن إلى دكتور عفرتي ليد تيبارة حتى بقارن إلى نقاطو مركب برنامج كان حلقة 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 وعي كليو دكتور صومالي ميل البيجوجان حلقة حلقة وعي كليو وإلى دكتور روي حلقة شيغو إن وجريو دمع لدونيو إن لدسو دولة عفر إلى ضعي لقنا دسو أنتو ده حي سمارتي جيبوتي إلى دكتور صومالي قلبان يقول كا إريتريا إثيوبيا أنتو ده حي ماشي أمارتي على مدى سمارتي مربع أما سكوير كعال أي كسمايستان دولة أي كسمايستان سي أي ماركتي وطح وكنترولان مارينا ده مهم كا لو مرو بدعس يوم حياتي صومالي قلبان اسكو حيرا مركا هو مهم جدا ولا ريال وقد بانتي آديات بضوما سنتيين وفور بود داودان البرنامج كان هشير قريو اللو داقا أصحابتين اللو داقا دادك الصومالي اللو داقا قفو اللو داقا سياسيين تما لحظة أنا هو سياسرنا ماركتي سلا وما ماركتي دادكو حيال الارمانيين لكن انتي أنا قاعد نوع فرين تيجر وأنا قاعد نقول بيك كرنا أيام يدسو قد بيني هنا إيو درين كان على قيب سنين ولا عليه أنا غير عيسى أمر غير صومالي قلبت إيو وحرمنا هنا المدة أنا كوع يجرينه خطرتا مستقبل كذا صوص صوت ما يشاف هنا كوع يجرينه وما سنتي ولا عليه لما أنتي نبى هل نشر قريب برنامج كان قفل بصوت جارو هالشير قريب على لنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.